الله سبحانه وتعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. وصدق بالحسنى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول السعدي: أي نيسر له أمره ونجعله مسهلا عليه كل خير، ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى ييسر له أموره في الحياة. فأما من أعطى، يعني تصدق واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. ومن ثمارها أيضا، أي من ثمار الصدقة، سترها عيوب العبد، واستجلابها محبة الناس وحمدهم ودعاؤهم له. يقول الشاعر: أحسن إلى الناس أستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه.